لا. So in today's video, جيت نعاود لكم ويلي منين تما في البيت يا فردوس. Hello. I hope you guys are doing well. I hope life is treating you very well. On another note, نكبرت. أوه يا ودعني زعلوك. سواك. Hi guys, I hope you guys are doing well. I hope life is treating you very well. غبرت and I know it. دابا المشكل هو انه بديت كنعكز على واحد لي تخوك اللي ما خرجش نعكز عليهم بايزون. داك يعكزني لو فات انه ما عنديش ورايا واحد السيت اب مقعد وداكشي كله. كتب عليكم ماطا ديال النمر عرفتي هذه شويه بحال داك مرات قريتها باش شويه فيها الماغون ماشي بحال داك اللي كنقولوا عليها. Anyway, so in today's video جيت نعاود لكم على سم قصص ما بين محرجه ومغامرات طراو ليا في الصغر في الحياه. سو واحد النهار كنا لاعبين انا وماي كازينز في البلاد بيكوز ذات سواي. اصلا حنا كنا كنمشيو للبلاد غير باش نتلاقاو ونلعبو حيت كل وحده فينا كانت ساكنه في قرطاح. حنا فاش كنا في كندا سو فاش كنمشيو للبلاد كنبقاو كنلعبو ايفريبادي غادي للبلاد باش يعيق على بعضياتو بالبيجامات ديالهم اللي شراو بالاكومبليشمنتس اللي دارو ساتش از جيتين ماريد اور ما نعرف يشريو شي سرتله ديال الذهب قداش شناهي او لا جاكور جاروك عجنوك اخويا عجنوك مقع. سو داك العام كانوا غادي يدوزو الزفت في الدوار. كان عندنا غير بيست دونك غادي يدوزو الزفت ما كانوش كيخليونا نخرجوا بزاف از ماتش از لعبوا من الاخرين بيكوز كاين براني كاين البنايا حنا بنات يو نو ذا درو. المهم اي وازنت سيف سيف ماشي سيف بنايا ماشي بنايا انا وماي كازنز وي اونلي وير ذير تو بلاي. كان خصنا نخرجوا واش لاباس ضروري حنا نخرجوا. ما بين مهما كانوا كيعيقوا على بعضياتهم شادين النميمه في عروستهم دوزاتهم لويساتهم اني بادي ايفريبادي ايلس وي ونت اوت. باش يدوزوا الزفت دي هاد تو يخدموا على البنيه التحتيه. حنا عندنا الويدان وداكشي حيت حنا جينا لتحت بين الجبال سو كيتكب الماء من الفوق وكيجي كيدوز عندنا كيشل البشر كينغرق الشخشاش الباخ كان هنا. سو دي هاد تو يديروا الطريق الماء منين يدوز. سو تحت القوا تحت السمق تحت الخرا تحت الزمر فمي عوج تحت الزفت يسحب معايا راه كاين هو ستاكن سيريسلي تحت الزفت كاينين القواد ياك هذوك القواد نقدر نقول لك قطعك فهمتي. This is my first time. المهم حنا اللعبه اللي لقينا داك النهار هو اننا ندخلوا من القادوس من هنا ونخرجوا ليه من هنا. حنا ثلاثه ديال البنات مي شكون قال لنا بلي وحده فينا راه كلوستروفوب؟ شكون قال لنا بلي وحده راه كتخاف من الاماكن الضيقه؟ وي ديد نوت نو. المهم حنا اصلا تعرفنا على المخاوف ديالنا داك النهار. وحده كتخاف من الضيق وحده كتخاف من الاخرى. ناو ليتس جست دخلت الاولى تبعها انا تبعني ما كوزين الاخرى ملي قدامي مع وصلت الوقت الوسط جلست كتبكي. انا لايك وات ذا فوك از رون وذ يو وات ذا هيل. انا وهي رايحه لايك موف فاكين موف. حنا عرفتي العقل ديال الصغار اتس لايك ذا فلور از لافا ما عندناش كيفاش نديرو نرجعو فهمتي. اللور اتس نار ا باث صافي كاين غير قدام يعني خصنا نمشيو قدام باش نخرجو. القدام فيه بنت خاصها اخرى واللور كاينه بنت تبعاني دفعاني زيدي دفعها تمشي دفعيها تمشي دفع. انا لايك المهم الاخرى بلا عكز عليها شي جست توك اوف هير بانس اند ستارتد بوبين وحنا بجوج حاضرين بحال هكذا. كما قلنا طريق اتس اونلي فورورد طريق خصنا نكملوها نيشان ما عندناش كيفاش نديرو نرجعو للور. كملنا انا فاش دزتها حاولت نفوتها ودفعت ما كوزين القداميه ومشات والاخرى طاحت فيها حركه. ان اي را ايفن انا جست ريمبر ماي سيستر جايه كتجبدنا من الجهه الاخرى بحال المهم اختي اللي حاضيانه سمعات الغوات وسمعات البكا والغوات من تحت الشاطئ جات كتقلب علينا لقاتنا عامرين غبره وسخ اخرى. هذاك الصيف انا مازال ما بغيتش نزقى من غير اني دخلت معايا جوج البنات تحت الشاطئ اي ديدنت وونت تو ستوب. واحد النهار ماي فاميلي عارضين على الرجاله ديال الدوار جالسين الرجاله كاملين ديال الدوار في الصالون. ماي مام اند اي ريمبر شي سيد سيري عندهم قولي لهم واش ساليتو سولي بابا زعما واش ساليتو واش كليتو صافي زعما نجمعو. انا قررت اني نستعمل الشلحه انا انسانه اللي ما كنهضرش بالشلحه مزيان. سو انا مشيت تاع لهذاك الصالون حليت الباب وخشيت وجهي ودرت عند الدكتور قلت له يسكن الشا دابا نقول لهم واش كليتو وانا نقول لهم واش كليتكم انا اي دونت نو هاو تو اكسبلين ذيس اند ماي داد واز جاست ذير لايك يا ربي ما هانيني التربيه انا لايك دابا عرفت علاش ما كنتش كنحمل نمشي للبلاد حيت انا مشوهه. واحد النهار ماي فادر كان كيصلي بينا غير دارنا كانوا كيشريو واحد دوك الملاح في الكبار ديال ملي كنا كنجيبوهم من البلاد عاد كانوا كيلبسو صحراوة بقاو مليوحين بحال هكا توابا عندنا حتى حنا في البلاد. اند ماي بارنتس كانوا كيجيبوهم باش كنصليو بهم اند كنقدرو نلبسوهم فوق التكاشط وداكشي سام تايمز فور الزويقات مي مينلي اتس فور الصلاة كل وحدة عندها لون وداكشي زعما الملحاف. انا طوكين على واحد جوج متر ونص واقيلا مع ثلاثه كاع ديال التوب. انا يا ربي تسمح لي كنت كنتسنى حتى كيقرب يركع عاد كندخل للصلاه فهمتي كنغسل الماعن وجايه كنجري.
مع جاي كنزلي جرى معايا الملحف وجاي كنجري. المهم بابا وخويا كيصلي قدام عند اللور كاينين كينصف ديال العيالات بغيت نلبسو بحال هكا. ديك الوقفه اللي بغيت نلبسو بحال هكا وانا نعفس عليه مع عفست عليه وانا متاكل مع تاكلت ونطيح على داك الصف كامل ريبتو بحال البولينغ. المهم جمعوا هما الوقفه وقفوا ناضوا بقاو كيحاولوا يجمعوا الضحكه وبقاو كيصليو. انا خرجت من الصالون مشيت كنجري لهي شويه بداو شويه بشويه وحده وحده كيهربوا صافي ناض بابا سلام بحال هكا دار ما لقاو حتى شي واحد ما بقاش عارف واش المغرب تحسب ليه صلاه جماعه ولا فرديه ما بقاش anyway. واحد النهار كنت خدامه ياك one of my jobs كنت خدامه انا وماي فريند في الخدمه كان عندنا واحد الشات كنت كنهضروا فيه بحال فيسبوك راه كنت نهضر معاك انا بوحدك ونقدر كاين واحد الجروب ديال البلاطو كامل ماشي التيم البلاطو بو كامل اوكي سو انا جالسه كنهضر مع ماي فريند بحال هكا كنكتبو ورتكستين ونكتب ليها ماي نيك ماي باك ماي كراك كتبت ماي نيك ولحتها ماي باك ولحتها ليك ماي ما بغيتش نقولهم واحد شويه وانا لقى البلاطو كامل كيشوف في جهتنا رحت في جروب مشيت نقول السميه ديال الكافي حيت عزيزين عليا كافي لو ديو. اول مره كنت غنمشي دابا كنعرفهم مزيان ديال فيري سويت داكشي كله مي اول مره غنمشي انا غدا على الصباح باش نفطر يعني انا ما عنديش الجهد باش نهضر بزاف. دخلت جلست بحال هكا من زهري انا ما طاحش فيا مغربي اللي غادي ياخذ عندي لا كوموند طاح فيا ان سوب سهرانيا. المهم جادوا معايا مي كتعرف انهم هما عندهم واحد لاكسون وانا عندي واحد شويه الفرنسي يعني هذيك شويه الفرنسي مع شويه ديال مع بزاف ديال لاكسون ابين كنفهمو وبزز باش كنعاود نجاوب. قلت ليه شنو بغيت وداكشي كامل نص سو براود اوف ماي سيلف هذا ديال نري واو زعما فريمون الفرنسي اللي عندي دابا اللي جبت معايا اليوم كفاتني باش انني نفطر. مشى ورجع انا صعب لي واش ساهله زعما غادي يجيب لي الماكله غنقول ليه ميرسي اي ثرو اب ماي ماوث اني واي كنت نقدر نقول ليه باقي عندي مازال جمله واحده اللي غنقولها ليه هي سيل فو بلي لاديسيون ميرسي اوف جي عندي ويقول ليا هاد الجمله اللي غنقول دابا قالها بالزربه قال ليا اسكو فو فولي ان جو دورانج او بيان ان جو كاروت وانا نقول ليه وي اي ستيل ريمبر كي شوفي بحال هكا وي ان جو وي ويقول ليا ان جو دورانج او بيان جو دو كاروت انا غسمعت ديك او بيان ضيق وي مي ضربني واش انا حماره فريمون انا ما كنحملش باش كنقز لشي لغه اللي انا كونفورتابل فيها اوكي فرنش انا كونفورتابل فيها اوكي ليتس جاست بي دان وذ هاد الجمله صافي انا مرتاحه مع راسي وانا كنبغي راسي ومتفاهمه مع نفسي ماشي فرونسي واي وود اي المهم اي واز جاست فولت لايك تشيت شات شي شويه وكانت فيه شويه الهضره سو ذيس از ذا فيديو اوف توداي هوبفولي ام جيتين باك اون تراك شوف شويه انت مي في لي كومونتير انا غرد انا دابا غرد انا في الهضره كنهضر دابا كنحسب انا حار اي اولدي ثرو اب ان ماي ماوث سو تيل مي ان ذا كومنتس قصصكم المحرجه ومغامراتكم في ديال الصغر ولا في العمل اولا في المراهقه ولا اي ثين. انا اصلا هاد لاشين دايرها باش انا نحط راسي في موقع الحرج زعما عادي باي غرد سي يو ان نيكست فيديو اي هوب ما غنثرو في الكاميرا بيزو بيزو.